دعم كبير تولي القيادة السياسية للقطاع الصحي في سبيل توفير جميع الإمكانات لتقديم منظومة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية والعلاجية على الوجه الأمثل، حيث تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة عددا من المنشآت الصحية بمحافظات القاهرة والشرقية والإسماعيلية لمتابعة سير العمل بها والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. يعني من خلال متابعتنا للمنظومة الصحية بشكل عام سواء في محافظة القاهرة ومحافظة الشرقية ومحافظة الإسماعيلية، كانت الزيارة ابتدت بمستشفى السلام التخصصي ومركز السلام التخصصي ومركز الأورام للسلام محافظة القاهرة، وبعدين مرورا بمستشفى بالبيس ووحدة الصحية اللي موجودة في السبع أبار الشرقية، الزقازيق أو مستشفى تابع لجامعة الزقازيق في العاشر من رمضان اللي هي مستشفى الجامعي، وبعدين مدينة الإسماعيلية من خلال بقى زيارة مجمع التأهيل أو مجمع التأهيل التابع للتأمين الصحي. كل دي منظومة صحية متطورة بنحاول إن احنا ندعم علشان تبقى مستعدة لمنظومة التأمين الصحي. محافظة الإسماعيلية تحديدا اللي هي فيها إطار تجريبي دلوقتي للمنظومة التأمين الصحي، أتصور إنها بتخدم حوالي 4 أو 5 محافظات حواليها، شمال سيناء وجنوب سيناء ومحافظات منطقة القناة وأيضا لقربها من منطقة القاهرة وقربها من الشرقية. كل دي بتخلي إن في احتياج للمواطن، مع إن عدد المواطنين في محافظة الإسماعيلية مش كبير، ولكن الخدمات الصحية اللي بتقدم هنا متطورة جدا وبنشتغل عليها علشان نقدر نكمل كل اللي احنا ناقصنا. التكامل ما بين الجامعة وما بين وزارة الصحة مهم جدا. النهاردة واحنا موجودين دلوقتي في جامعة قناة السويس وشاهدنا مع بعض افتتاح تطوير في غرف العمليات 9 كبسولات عمليات تضاف، 15 سرير عام مركزة جديد يضاف، وحدة تعقيم مركزي بيضاف، تطوير في الأسرة الداخلية. المستشفيات جامعة قناة السويس أيضا من المستشفيات الهامة جدا في تكامل المنظومة الصحية في محافظات القناة وشمال وجنوب سيناء والشرقية. فإذا احنا كل حتة بنروحها بنبقى قصدين ان احنا جزء كبير جدا وزارة الصحة، وكمان نربطه مع التعليم العالي عشان ندي رسالة هامة جدا، وهي ان المنظومات لابد ان تتكامل ولابد ان يحصل تنسيق في كل مقدمي الرعاية الصحية سواء في مستشفيات وزارة الصحة من خلال مديرية الشؤون الصحية او كمان من التأمين الصحي الجديد او الجامعة. الحقيقة جاهزية محترمة جدا، يعني ما رأيته سواء في السلام من وكم الترددات اللي عليها، احنا بنعرف المستشفى لما بنحس بكم الإقبال عليها، معنى الإقبال الكبير يعني معناها ان المستشفى دي بتقدم خدمات محترمة، واحنا برضو طبيعتنا بنتكلم مع المرضى ونقدر نعرف هم بيلاقوا العلاج بسهولة ولا لا وترددهم يعني اذا كان في اي معاناة. نفس الحكاية بالنسبة لمركز الأورام التابع لهيئة المستشفيات التعليمية اللي احنا شفناه في الإسماعيلية، ايضا صرح كبير جدا ضخم فيه كل الإمكانيات من أشعات تداخلية ومن أشعات تشخيصية ومن يعني جلسات علاج كيماوي وعلاج إشعاعي. فده بيبقى إضافة لأنهم معاناة طبعا المرضى الأورام، ما بنبقاش عايزين إن هم يسافروا ويتحملوا يعني عناء السفر. ده بالإضافة إلى زي ما حضرتك قلتي موضوع المبادرات الرئاسية سواء صحة المرأة للكشف المبكر عن سرطان الثدي أو من خلال أيضا المبادرات الجديدة اللي هم نتكلم فيها على سرطان الرئة والبروستاتا والقولون وعنق الرحم.